الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ارتفاع حيازة العراق من السندات الأمريكية بأكثر من ملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي. وقالت الوزارة أن حيازة العراق من السندات الأمريكية لشهر نيسان من عام 2022 ارتفعت بنسبة 8.4% عن شهر آذار الماضي، مبينة أن هذه السندات ارتفعت أيضا لنفس الشهر من العام الماضي 2021. وأضافت الوزارة أن السندات العراقية منها ضمانات طويلة الأمد بأكثر من 12 مليار دولار وضمانات قصيرة الأجل بنحو 16 مليار دولار. أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب إحدى شركات وزارة التجارة وصول كميات الحنطة المسوقة من الفلاحين والمسوقين إلى نحو 2 مليون طن خلال موسم التسويق الحالي. وقال مدير عام الشركة محمد حنون إن سايلوهات الشركة في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى استلمت 18,502 طن من الحنطة بمختلف الدرجات. وأضافت أن إجمالي الحنطة المسوقة خلال الموسم التسويقي الحالي وصل إلى أكثر من 1,900,000 طن، مشيرة إلى أن عمليات تسليم الحنطة المسوقة من الفلاحين ما زالت مستمرة. هذا وكشف مسؤول حكومي عن الرغبة برفع الإنتاج النفطي إلى 8 ملايين برميل يومياً في عام 2029. وقال مدير أبحاث السوق في شركة سومو التابعة لوزارة النفط محمد سعدون إن منظمة أوبك والدول المؤتلفة معها حققت إنجازاً بعد أن شهدت أسعار النفط انخفاضاً شديداً ملحوظاً في بداية عام 2020 نتيجة تداعيات وباء كورونا. وبيّن سعدون أن الشهر الثامن من العام الحالي سوف يشهد عودة كل الدول من ضمنها العراق إلى الوضع الطبيعي، مضيفاً أن العراق سيكون بإمكانه إنتاج النفط بالسقف المرجعي لعام 2018 بمقدار 4,653,000 برميل يومياً. قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن التوقعات تشير لنمو اقتصاد قطر بنسبة 4.9% خلال العام الجاري. وأضاف الأمير تميم أن ذلك يعود إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتأثير الإيجابي للسياسات والإجراءات التي اعتمدتها الدولة، داعياً المجتمع الدولي إلى تبني استراتيجيات اقتصادية تفضي إلى دعم الشعوب الفقيرة وانتهاج مقاربة تحقق التوازن الاقتصادي بما يدعم الشعوب الفقيرة. وأشار كذلك إلى أن الاضطراب الذي طرأ على سلاسل التوريد لا يزال من أهم عوامل ارتفاع الأسعار. هذا وأعلنت هولندا رفع القيود التي تفرضها على استخدام الفحم لتوليد الكهرباء في خطوة تسعى من خلالها لتعويض النقص في إمدادات الغاز الروسي. وأعلن وزير شؤون المناخ والطاقة الهولندي روب يتن أن الحكومة قررت أن ترفع فوراً القيود المفروضة على الإنتاج في المحطات الكهربائية العاملة بالفحم من العام 2022 وحتى العام 2024. ويأتي قرار هولندا هذا غداة قرار مماثل اتخذته ألمانيا بزيادة اعتمادها على الفحم لتعويض النقص في إمدادات الغاز الروسي. أترككم الآن مع أسعار العملات.
إلى اللقاء.